وارتزت ضمن هذا المربع البارد جدا إلى ما دون الصفر تهوي درجات الحرارة في ليل وارتزت. انتقلنا إلى تلوات، منطقة جبلية باردة جدا، أسر بما تيسر لها من إمكانيات تحتمي من البرد. موجة برد إذن تجتاح تلوات التي استلمت مساعدات قادمة من مغاربة أورلاندو. سعيدة بن عائشة. بين ثنايا جبال الأطلس الكبير والمتوسط تتوزع دواوير تمونت أرق وتلوات بمنطقة أسرس التابعة لقيادة تلوات إقليم وارزازات. هنا للشتاء ملامح قاسية باردة، والمحرار ينزل إلى أدنى درجاته، وتعزل قرى بكاملها عن دورة الحياة. نعتمد الخشب لتدفئة منازلنا، هو أمر مكلف، ومن جانب آخر أطفالنا يضطرون لمغادرة مقاعد الدراسة خلال هذه الفترة. برد قارس ذلك الذي نعيشه، لا نملك الوسائل اللازمة للتدفئة، فقط نخرج لجلب الطعام، وحين تمطر تتعرض منازلنا للسيول، هي ظروف صعبة. تصير الأرض قاحلة، والبرد القارس يؤثر بشكل سلبي على الغطاء النباتي، فتفتقد الماشية المرعى، مما يضطرنا لإبقائها بالحظيرة. بارقة أمل لهذه الساكنة المهددة بقساوة المناخ، خاصة خلال هذه الفترة، إنها قوافل التضامن أياد بيضاء قادمة من أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية. نحاول نعاونوا هاد الناس، لان هاد الناس محتاجين. وصراحه فشنا هاد الناس، انا صراحه انصدمت، لان ما كنتش كنتخيل هاد الشيء كيكون بهاد الليفل اللي فيه دابا. قمنا بقافله تضامنيه لفائده ساكنه جماعه تلوات المتضرره مؤخرا من الفيضانات، وفي هذا الجو البارد في فصل الشتاء ارتأينا القيام بهذه الحملة التضامنية لمساعدتهم. المساعدة تنوعت بين مواد غذائية وأغطية وأدوية، مستلزمات تحتاجها الساكنة خلال فترة عزلتها الإجبارية بفعل التضاريس والظروف المناخية. ترون، هو خلاء، مجرد خلاء، الأرض قاحلة، ظروف صعبة نحياها يوميا هنا. الماء هو المشكل الأكبر، لا نجد إليه سبيلا، ونشكركم على حضوركم. ساكنة قرى ومداشر وارزازات شأنها شأن مثيلتها بجبال الأطلس، حوالي نصف مليون شخص مهددون بعزلة قاسية خلال موجة الصقيع والثلوج التي تعرفها بلادنا، مما استدعى استنفارا ملكيا لاتخاذ اللازم لحماية الساكنة، حاجتها الملحة، الطعام والدواء والدفء.